السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من البطولة إنوي 2021، بطولة مغربية. يعني من بعد ما كنا لعبنا الدورة الأولى تعادلنا مع بركان، في الدورة الثانية خسرنا مع سريع وادسم. ألوغ الماتش الثالث عندنا كأس سوبر، كتلعبوا الفرقة اللي دات كأس العرش العام اللي فات والفرقة اللي دات البطولة. يعني عندنا ضد الوداد، ندخلوا على بركة الله شوفوا التشكيلة اللي هنلعبوا بها. نتمنى تعطونا الرأي ديالكم الدراري في التشكيلة، شكون اللي ندخل شكون اللي نخرج. الوغ الديفونس كان عندي شقبة، يعني غنرجع بورغيس هنا وغادي ندخل الشاباني وطرخات نبقى نبدل به. الوغ في الميليو عندنا حريمات الراحولي الخلوي، يعني الخلوي نقدر ندخل بلاصتو عميمي. نقدر نلعب عميمي صانع ألعاب وندخل بلاص الرحولي، ندخل الخلوي. تكون التشكيلة ديالنا بحال هكا، يعني جوزيف ناف، رضا سليم راه ملعبو 11، شوف نقدر نلعبو 7. نشوف هو نورمالمون تيلعب 7، تكون التشكيلة ديالنا بحال هكا. الو عندنا في حراسة المرمى الكريد، عندنا دو موفيد، الشاباني، بورغيس، تروا، جيراري، ميليو ديفونسيف عندنا الداودي، حريمات، لعبو الداودي في الميليو، سليم 7، عميمي صانع ألعاب، الخلوي 11، وزوزيف ناف. يعني هذه التشكيله اللي ندخل بها، ونتمنى تعطونا الراي ديالكم من بعد ونشوفوا اللعابه اللي يمكن ندخلو. الوغ ندخلو على بركه الله، نتمنى الدراري شويه تفاعل باش نكملوا هذه السلسله ان شاء الله، نتمنى تنجح. ندخلوا الماتش ديالنا، شوفوا التونيات يقدروا يلعبوا معاك ولا بنا التوني ديالنا. دخلوا على بركة الله.